اليوم نحن معزومين على أكل مغربي، غدا مغربي، هذه المشاوي الفاسية معاها الخبز البلدي، يصنعونه يدوي، ها ينعجن باليد وينطبخ عندهم هني في المطعم، يعني شغل بيت، شغل على مستوى. بنجرب وما خبركم إن شاء الله. تبغي تشرب شاي مغربي بس شم الريحة بس تقول تشرب دواء، صراحة شيء فظيع. قال هاي 40 نوع من الأعشاب المغربية فيه، بس ما شاء الله حار عنك. يلا صب لنا خلينا نشوف، صب الطريقة المغربية. يا السلام عليك، الريحة يا أخي قوية قوية جدا. يا السلام يا السلام يا السلام، خلنا نقرب الشاي. يا فعلا ريحة أعشاب يا أخي، ها أعشاب 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 مجموع فيها مريحة. 40 حاجة، طريقة مغربية خطيرة جدا جدا. يا السلام، تسلم ايدك تسلم ايدك. يعني نقول أكل الدار هذا، ها أكل شغل البيت. الدار وشيف شيف فاسي، أها تيصوب أكل فاسي 100%. هذا اللي عايز مني، ها أكلك 100%؟ 100% مغربي، 100% 100% مغربي. شغل بيت، شغل بيتوتي بيتوتي. لما نجرب الطاجين، نجرب الطواجن، نجربوه طاجين مخ، نجربوه دجاج بالتغميرة، دجاج بالبطاطا. يا سلام، دجاج بالجلبانة الشوك الهندي حلو. ونجربوا لك حاجة أروع، لحم بالبرقوق والمشماش المغربي واللوز المغربي. يا سلام، بسطيلة، بسطيلة حلوة. ها شو هالبسطيلة هاي؟ لازم نجربها. زي اسمها حلو، بسطيلة. نجيب لك واحدة تشوفها، تشوفها. يلا زين زين، في انتظارك. عبد الرزاق، شو هالشيء العجيب اللي جبناه؟ هذا الشيء هذا الشيء العجيب، فهو عبارة على سلطة مغربية، اسم ديالها نسواز. في نسواز مكونات ديالها تتكون من مجموعة من الخضار اللي تسمى بالمغربية جردة مغربية، جردة مغربية. هذه أفوكاتو، هذه سلامي، هذا بطاطا مسلوقة ومسوية على الطريقة المغربية الفاسية، هذا الشمندر اللي هو تسمى الباربا، خطير، مذاق رائع جدا جدا. وهذه هذا رز عيش، رز لكن مكون الكوينات ديالو رهيبة، رهيبة جدا جدا جدا. الحين مندوكها وما خبرك. إن شاء الله. عبد الرزاق، شو هذا عندك؟ هذا مفاجأة كبيرة، دجاج بالدغميرة. بالدغميرة؟ بالدغميرة، لأن الدجاج. شو الدغميرة يعني؟ الدغميرة هي عبارة على كبدة والدجاج. هاي الكبدة تحتها؟ الكبدة تاعو، هذه لاصوص ديالو، لاصوص خطيرة جدا جدا جدا. يا سلام. وطريقة ديال الطهي ديالو عجيبة جدا، جميلة جميلة. نجربها ونشوفها. جربها أستاذي الغالي، جربها. عبد الرزاق، عجبني هذا عدس ديال المغرب. عدس مغربي، ها؟ عدس مغربي من المغرب تجيبونه؟ من المغرب، خصيص للمطعم ديال تيفلت. والله طعمه صراحه لا يقاوم، عجيب عجيب. هذا هذا صراحه صحي للعلم، ها؟ لا صحي، صحي كثير، يعني مفيد جدا. مكونات ديالو عدس، طماطم، ثوم، وزيت زيتون مغربي. يا سلام، ممتاز والله، ممتاز العدس. اغلى زيت زيتون هو زيت الزيتون المغربي، ها؟ أصلي أصلي 100%. 100% من المغرب جايب لنا، من المغرب. بتحلف؟ والله مغربي من المغرب، ورحمة أبوي اللي من المغرب. خطير خطير صراحة، زيت زيتون عجيب طعم. اليوم الوزن، كل يوم ناكل حلويات وزن زاد، اليوم الوزن بيوصل طن. لا، ويايب لي شراب هاواي حصريا عندها، مش موجود في أي مكان. هذا شراب مغربي معروف، المغاربة يعرفونه. هاواي خطير رقم واحد، أنصحكم. ما بتاكلون لا تاكلون، بس جربوا هاواي ينعنش. عبد الرزاق، شو جبت لنا؟ جبنا لك يا اخي العزيز طاجين لحم بالبرقوق. طاجين لحم بالبرقوق معروف هذا المغربي. واللوز واللوز هذا عراس يا اخويا. يا سلام يا سلام، خطير. شوف الحلو اللي في هذا، انه مستوي صح. شوف كيف، شوف كيف اللحم يذوب. يا سلام، مطبوخ بطريقه صحيحه. ها هذا هو الطاجين المغربي الصح. اما تروح اللحم ما يتقطع، لا شوف كيف ذايب ما شاء الله. عندك البرقوق والمشمش، يا سلام عليك، خطير خطير. عبد الرزاق، هذه يقول انها هريسه مغربيه، صحن صغير هريسه مغربيه بس مثل الشطه. الزيتون المغربي الاصلي، تحس بطعم الزيتون اللي عايبكم. شوفوا المفاجاه اللي جايه الحين، شو عندنا؟ عبد الرزاق افتح لي هني، تقول لي مفاجاه. مفاجاه العجيبه، هذا مخ فاسي خطير. مخ فاسي، يا سلام. كيف مطبوخ؟ هذا مطبوخ بالصوص طومات، مطبوخ بالثوم الكثير وزيت الزيتون الاصيل المغربي. ثوم وزيت زيتون وصوص صوص صوص طومات. صوص طومات، هذا المخ، ها؟ هذا المخ. يا سلام يا سلام، المخ، محبين المخ يا شباب.
شوف شوف المخ كامل يا رب. يلا الحين ما نجرب هذا المخ صراحة أبو علي، أنا ما أحب المخ بس هذا شغل صراحة مرتب. هذا طيب. ها طيب طيب جدا صراحة، ما شاء الله ما شاء الله، شغل بيت والله. أكل أكل صراحة يعني مطبوخ صح، نكهة حتى دجاج، واللحم بعد روعة. ها أنت ما أكل لحم؟ أنا أكل لحم والله، عجيب اللحم صدق، شغل شغل بيت والله، يعني معتنين بكل شيء، بالطعم بالنكهة باختيارهم للمواد، عجيب صراحة. قال لي تحت الطاجين هذا مفاجأة، افتح بس شوف، فتحنا شو طلع؟ فاضي لا مفاجأة ولا شيء. الرافية اللي طيبة طنجية، طنجية مراكشية، مراكشية اها. هذه اختصاص ديال واحد الشيف عندنا خطير فيها، يا سلام ممتاز بها. يعني الحين نكسرها ولا نصبها؟ لا تصب هذه، صبها عاد تحيد. يلا يلا صب خلينا نشوفها. اها شوف كيف داخل لحم. ها لحم، يا السلام عليك. يلا خلينا نشوف هناك. نعمل شو المكونات؟ لحم بس، لحم لحم بس، مع اضافه شو الاضافات المكونات ديالها؟ بهارات، بهارات بهارات بس. ها هكا هكا شوف 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 ما شاء الله، ذايب ذايب اللحم. ها الطنجيه هاي، هاي طنجيه معروفه. نعم نعرفها ايه، معروفة من طنجة. نعم طنجية من طنجة. شوف 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 اللحم، ها شوف اللحم كيف ذايب مستوي ما شاء الله خطير، بس الحين حار بناكل بعد شوي. جربنا الطنجية، طنجية اسم على مسمى، اللحم مستوي مثل الفلين، ذايب ما شاء الله، روعة روعة صراحة. ها الدجاج صراحة رقم واحد والله، روعة روعة الدجاج صدق. لازم ركزت على هذا كمان. ادري ادري خلصت الدجاج، خلصت الدجاج عني. ها دجاج بال بالكبده، شو بالكبده مو هاي بالكبده، روعه صراحه. خلصتوها ما خليتوا لي شيء؟ لا لا خذها. ها شو الفائده؟ خلي العظم، المخ ما عليه كلام صراحه. عبد الرزاق انا ادخل مطاعم مغربيه، حركات واتيكيت وكذا كذا، الطعم مش لهناك، بس عندك انت عادي. لا انا عندي طعم 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 بلدي مغربي اصيل اصيل فعلا. نعم طعم بلدي. افتح خلينا نشوف شو جايب لنا. هذا يا سلام قمة الروعة، طاجين بلدي مغربي اللي هو عبارة على دجاج بلدي مصوب بالقوق والجلبانة على حق وطريقه. يا سلام عليكم. يلا مع الخرشوفة، مع الخرشوفة، مع الخرشوف الشوك الهندي. نعم معروف معروف معروف، هذا مفيد جدا هذا الشوك الهندي صراحة خطير. الخرشوف والدجاج والله صراحة، القوق مغربي بالقوق. ها القوق 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 هكا. لا هذا مسكت، هذا احسن من منهم كلهم صراحه والله، رهيب صراحه. جربوا علي. طبعا الوزن بروحه واصل طن، وضربنا انواع الطاجين المغربي، والحين نعدل في الشاي ما هي فايده. بس هذا شفتوا لي عده اللي احنا ناخذها، الاعشاب اللي ناخذها عشان البطن وما بطن رقم واحد. تعالوا بس جربوا هالشاي، هذا نصيحه نصيحه، خذوا الشاي شربوا شاي بس، تعال عند الباب قول لي شاي بس، بحط لكم اللوكيشن تابعوها. في وجبة قال لي لازم تذوقها، هذه نترياها الحين. هذه شو هذه؟ هذه بسطيلة، بسطيلة مغربية. اللي هي بسطيلة فاسية. من نوع تتكون رائعة جميلة جدا جدا. قلت لي في كل بيت مغربي لازم يسوون لك هذه. هذه الطريقة لابد منها، تقليدية تقليدية، بسطيلة والدجاج واللحم هذه لابد منها. احنا نفتحوا هذا بايا واحد طريقة اللي هي جميلة جدا. هذه ها دجاج او لحم فيها؟ دجاج. هالمحاشي ديالها ايوه اللي هي عباره عن المحاشي، شوف المحاشي. يا سلام شكلها مغري. شوف 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 يلا شوف 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 شوف. يا سلام عليك. شوف شوف يا اخي شوف، كلها لوز وكلها مقويات. مقويات ها؟ مقويات، اهم شيء انها مقويات. مقويات يا اخي، كل شيء تجيب لنا خطير غير عن الثاني. كل خير. اول مره اكل اكل مغربي بهالطريقه هذه يا اخي. كل خير. هذه البسطيله، البسطيله هذه مسكته، هي مزيج. اي أيوة والله مزيج بين كل شيء، روعه روعه صراحه. يعني جربوا جربوا البسطيله، انصحكم البسطيله ها لا تفوتكم. عبد الرزاق شكرا على العزيمه، جزاك الله خير، بيض الله وجهك صراحه. يعني ابدعت ابدعت صراحه، اكل يعني خطير رقم واحد. بحط لكم المنيو وبحط لكم العنوان، اسحب الشاشه اللي فوق عشان توصل المكان. طلبات خارجيه عندكم اي مكان في ابو ظبي يوصل لك، ريوق غدا عشاء، عندك عزيمة عندك مناسبة تبغي أكل مغربي أكل بيت يبيض الوجه وطبخ على مستوى، مالكم إلا عبد الرزاق.
مطعم أمود. أمود لا تنسون هذا الاسم، اكتب في جوجل ماب مطعم أمود أو كوفي أمود. كافي أمود. كافي أمود. كل أكل المغربي موجود هنا، مغربي الأصيل. ها ما في برستيج وحركات، لا الأصيل الأصيل. اللي تبي تأكل أكل صح عليكم في هذا المطعم. ارفع الشاشة لفوق. عبد الرزاق شو بدي؟ هذه قهوة نص نص مغربية. قهوة نص نص. قهوة نص نص معروفة عندنا، اللي ما شربش نص نص ما شرب والو. ما شرب قهوة. ما شرب قهوة. والله. نجربها يعني. نخلط على كم. كيف كيف الطريقة؟ واحدة بس. أنا معني ما أشرب سكر. بس بنجربها. أنت تقولي مع السكر حلوة. مع السكر حلوة. لازم مع السكر. بس تمام. شوف يا أخوي، شوف 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 شوف. والغريب الكاسة، لاحظ الكاسة، كاسة مغربية هذه. كاسة مغربية. كاسة معروفة. هذه قديمة. قديمة هذه، أرتيزانة مغربية. يا سلام. وعبد الحليم شو يسوي تحت؟ هذه هذه حليم. شاركي مصر ها؟ آه. أيوة يا سلام على الرغوة، على سلام على الرغوة. شوف شوف شوف. في اللدة فيها هكا. عبد الرزاق مش نص نص، هذه كاملة كاملة. قهوة رقم واحد. شو تستخدمون؟ قلت لي هاي القهوة الإيطالية. قهوة إيطالية أنا أستعملها وحدي. أها. هذه ها. هذه القهوة. قهوة إيطالية خاصة فيه بروحه. شوفوا يعني شغلة بروفيشنال، ما يبي شيء أي كلام، كل شغلة رقم واحد. تخيل وانت في المغرب تتمشى في هذا المكان هذا، شوف اللوحة الجميلة، منطقة شفشاون في المغرب، روعة صراحة. تخيل وانت قاعد في البلكونة وهذا الريوق، يا سلام قمة الفخامة، يا سلام روعة صراحة. شوف 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 الأكل المغربي الأصيل ها، يا سلام. شوف شوف الأكل، الطبخ، الخبز، العصائر، يا سلام الطاجين المغربي. أمود أبو ظبي، كافيه أمود ها، لا تنسون أكل المغربي الأصيل هني تلقاه، روعة صراحة.